منظر الخليجيين بأزيائهم الشهيرة بات مألوفا هنا في شوارع البصرة وأماكنها العامة منذ انطلاق بطولة خليج 25 لكرة القدم في السادس من كانون الثاني الحالي. بعضهم كان متعجزا من المجيء لاعتبارات عدة، ولكن عندما جاء تغيرت انطباعاته تماما. الصورة الذهنية اللي تم تشكيلها أن هناك في ميليشيات وفي عدم أمان، لكن صراحة من دخلت أنا إلى منفذ صفوان الكل قاعد يرحب، واللي بالشارع قاعد يهلي ويرحب فيني. زخم الوافدين من دول الخليج إلى البصرة أنعش قطاع السياحة والفندقة. في هذا الفندق مثلا يبذل الطاقم قصارى جهده لاستيعاب أعداد النزلاء وتوفير كل مستلزمات الراحة لهم. احنا كنا مستعدين وأيضا سنبقى مستعدين لاستقبال مثل هكذا ضيوف في المستقبل ولفترات أطول. لم تقتصر برامج الوافدين على حضور المباريات فحسب، إذ وجدوا في زيارتهم البصرة فرصة للتعرف على المدينة وأهلها، وقد أعجبتهم تفاصيل كثيرة. مبسوطين جدا من ناحية الأماكن الجميلة اللي شفناها، الكورنيش، المطاعم، الناس اللي تمثل كل شيء بالنسبة لنا صراحة. عند التواجد في البصرة لابد من تذوق حلوى نهر الخوز التي تشتهر بها المحافظة، فضلا عن أصناف التمور الشهية والحلويات المصنوعة منها. فلم يتبقى على نهاية البطولة سوى بضعة أيام، ولا ينبغي العودة إلى أرض الوطن من دون إهداء الأهل والأحبة شيئا من طيبات الفيحاء.